Hello, hello. Ça touche à l'écran. كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا مزيان. توحشتكم بزاف بزاف، توحشكم كاملين كاملين. اليوم غندير لكم ميك اب توتوريال. بيني وبينكم غير توحشتكم، ما درت السبه. اوكي، غنديروا ميك اب توتوريال. ما غاديش يكون خفيف بحال داك النهار. داك النهار درنا نتكلم شويه. شوفوا، انا كنت وعدت الناس اللي ماشي مغاربه انه اللايف الجاي ما نهضرش بالمغربيه باش يفهمونا حتى هما. اوكي، فراح اتكلم، احاول اتكلم لغه بيضاء. راح نسوي ميك اب توتوريال، راح يكون ميك اب تقيل شوي، يعني نقدر نسويه في سهرات، نقدر نسويه في حفلات، في اعراس اذا احنا معزومين. فنبتدي. اول خطوه نسويها في الميك اب هو البرايمر. هذا البرايمر حق بينيفيت. شو دور البرايمر؟ دور البرايمر يحمينا وجهنا من الفونديشن، ما يخلي الفونديشن يدخل في مسامات حق الوجه، ويعطينا يعطينا كفر حلو. اوكي، طبعا الوجه اذا بنسوي ميك اب يكون نظيف، ما في ولا نقطه ميك اب. اوكي، ما تحت عيوننا يكون نظيف عشان الميك اب يكون مرتب ويكون حلو. لا ننسى رقبتنا بعد. طبعا انا حواجبي ما راح ارسمهم لان اوريدي مرسومين. في كثير ناس علقوا على حواجبي. صحيح، انا بنفسي مو عاجبيني، سويت تاتو، وللاسف للاسف للاسف اختياري ما كان موفق. وانتظر ان شاء الله في أقرب فرصة راح أشيله. كي جيتكم مع أشيله مع الجرة وجيكي بنقلكم إيشا ولا. أوكي، راح أخذ الفونديشن. طبعا ميك اب فور ايفر هو اللي راح استخدم. هذا الحلو فيه، الحلو في الفونديشن هذا انه فيه كونتور وفيه فونديشن ويناسب جميع الوان البشره، جميع الوان البشره. اوكي، تعرفون مشكلتي ايش صاير لي؟ المشكله اللي صايرت لي ان نسيت كل مكياجي في المغرب، ما جبته.
اوكي الفونديشن انا راح اخذ درجة فاتحة شوف معقديني كنصوبو من هنا كيعوج ليا من هنايا المشكلة انه مشتوش تاتو يعني بلا ما نرسم قبل ما نرسم الحاجب حالتو هو المفروض ان تسوين حواجبك قبل انا اوريدي مسوي حواجبي بس تعديل خفيف اخذ فرشة تكون رقيقة واخذ درجة فاتحة افتح فيها تحت حاجبي بالطريقة اخذ البيوتي بلندر اوكي لا تخافوا من اللون كله بيروح الان بثبت الفونديشن باللوش باودر استخدم لوس باودر حق لورا كله جديد لان كل ميك اب حقي نسيته
طبعا يا بنات هالطريقة اللي أنا سويت إن ما سويت الفونديشن أول، أفضل البنات المبتدئات اللي يسوونها. أوكي ليش أوكي لأن إذا سويتي وجهك كله فيه الفونديشن وبعدين اشتغلتي بالآي شادو فوق عينك، تقدر يمكن تحوسين الدنيا كلها، يعني يطيح لك شوية ديال الآي شادو تحت وما تعرفين كيف تشيلينه فتخبصين الدنيا. فأحسن شيء استخدمي هالطريقة. راح اخذ فرشة عشان نبدأ الاي شادو. ويلي 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 نشوف الألوان اللي راح نسويها. أوكي شو تحبون ألوان؟ ترابي ولا بينكي ولا شو الألوان اللي تبغوني أشتغل فيها أشتغل بها؟ حطي لون جريء. I love it. أحب هالألوان، ترى أزرق أخضر. بس المشكلة أن الباليتات اللي عندي ما فيهم هالألوان، ما عندي الباليتات، فاهم؟ عندي بس هادو، عندي بس هادو مال أناستازيا، هم اللي موجودين، غيرهم ترى ما في. دقيقة بس في هذه الأولى. شوفوا اختاروا ألوان الأولى ولا ترى بسوي ميك اب على ذوقكم ولا الألوان الثانية، شو رأيكم؟ هنا ترابي، الثانية ترابي، الأولى يمكن نسوي بينكي، بينكي مع موف شي كذا. واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ واحد 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 الأولى. حلو والله ما زعلكم. دوم نشوف الدرجات، أعطيكم أول درجة نستخدم الدرجة الباردة، بعدها الدرجة المتوسطة، بعدها الدرجة الغامقة. اوكي بسم الله. دوم يوم نسوي الفرشة ننظف الفرشة بعدين نستخدم. شكل دائري، حاول نوزع على العين كلها. نبدأ من هنا واحنا طالعين بشكل دائري.
بعدين نروح زاوية العين أو آخر العين. اوكي نفس الشيء من العين الثانيه. بشكل دائري نبدا نوزع هنا اول في الرمش او الجفن المتحرك، شويه شويه نطلع فوق. نحاول نوزن الفرشة، ما نسوي اللون في مكان أكثر من المكان الثاني، يعني مو نسوي لون هنا أكثر من هنا. نفس الشيء يجينا تدريجيا. أوكي سامحوني ترى بتأخر عليكم لأن عندي حوسة هنا، الفرش ما أعرف وينها، كل شيء مضيعته. أعيد أوزع هاللون شوية، فرشة أكبر. الحين باخذ اللون الأغمق، باخذ بفرشة أصغر. واضح صح؟ باخذ اللون الأول أدمجهم مع بعض. نفس الشيء للعين الثانية.
نفس اللون الأول. بعد ما دمجت راح اخذ اللون الثالث اللي هو هذا. اوكي، بفرشة اصغر عادي. مجنونة. كده نكون خلصنا عين هذه اي شادو دكشي سهل. راح نغمق هالمكان فقط كذا طبطبة خفيفة بس هنا، ما نطلع فوق. اوكي،
الآن راح أخذ صراحة أنا ما كيجيش معي الغوامق في عيني. راح أخذ هذا بينك. عندي واحد خطير ولكن فينا هو هذا هو يمكن سامحوني دقيقة واحد موز ما عرفتش فينا هو سامحوني دقيقة قلبنا الدنيا كاملة ما كاينش عرفتي هذاك خطير ما عجبنيش هذا واخا هكاك ما اقتنعتش قولي كوني بقيتي زاقي احسن ليك مع باقي جديد على الله ان شاء الله ما يخسرش لي الميك اب يا رب يخسر لي الميك اب
غيخسر لي الميك اب. لا تشترونا، بعطيكم اياه صوروا لا تاخذوا. اول مره اخذوا هذا، لا تاخذوا هذا، فاشل فاشل جدا، هذا فاشل، لا تاخذونه. اوكي بسوي هذا للقدر دور ورجع المقدر. اوكي بس ما نفتح عيوننا لين ينشف. راح اخذ اي لاينر، بس بعد ما ينشف اوكي مثل ما نشوفش.
باقي لي واحد شويه. ده مشكلته، مشكلته انه ما ينشف بسرعه، واذا ما نشف استعجلته مشكله. صراحة أبدا مش أوكي. من غير ميك اب فور ايفر اي لاينر الآن باخذ مش حلو هال مش حلو هال شو اسمه. الآن باخذ ماسكارا حق اوكي بنسوي رموش هدى بيوتي. جلو هدى بيوتي بعد. ممكن ان تكون ممكن ان تكون
ديما الا بنمسكو الشفاه كنخليو المرايه هكا لتحت من بعد ما نشفت نفس الطريقة كناخدها من الطرف طريقة سهلة جدا دابا دابا غادي نبداو نخدمو الفونداتان ديالنا عاد غادي نعاودو نرجعو لعينينا اوكي نخدم وجهي بشوية بشوية بشوية
انا وتليفوني العوج. قرب لكم شويه. كيف ما كتشوفوا غير كان طبطب. شتو شحال فول كافر؟ ما كنساوش معانا ما عرفتهاش كتقول ضرني راسي. نزل ليا نقرا ونخدم. كما كتشوفوا راه فول الكافر بلاتي. غناخد شويه مفتوح على هذا اللون غنديرو تحت عينيا. كيف ما شفتوا حنا غير كنطبطبوا ما كنمسحوش وجهنا. من بعد غناخد فرشه بحال هكا غناخد الكونتور انا ما غاديش نكثر بزاف حيت الميك اب بينكي ماشي ترابي. غندير داكشي غمازة. جاني اتصال.
ايوا وانا وهاد الشعر غادي ناخد شويه هنا اوكي دابا غادي ناخذ لوش باودر غادي ناخذ قلم بيج نديرو قلم كحل ماء مديش تراري تراري نسيت ما شريتوش ما عنديش قلم كحل ما عنديش قلم كحل نسيتو مع مكياجي في الماروك على هذا الاساس غادي ندير غادي ناخد براش اوكي دابا غناخدو هاد المرحله اللي بزاف ديال البنات ما كيعرفوش يديروها هي غادي نعاود لكم لايف جديد يلا راني جايه Uh-huh.
علاش ما بغاش؟ ما بغانيش نمشي.